يسعد صباحكم، معكم عفراء من عفورة بلوج. طبعا الفيديوهات اللي راحت في كذا حد يسألني انه عفراء ليه ايدك عاملة كده. طبعا كان قبل اسبوعين اللي هو كان كتب الكتاب حقي، فكان اللي هو كتب الكتاب بشكل تقليدي تراديشنال، فكان عاملين اللي هو الصبغة، رسم الصبغة، وكان في اشياء كده ادت انه ايدي تكون شوية برتقالية. فاعذروني شوي، الفيديوهات الجاية حتكون ايدي برتقالية شوية. وخلونا نبدأ منتجنا لليوم اللي هو زيت اللافندر، زيت اللافندر من شركة نو. الزيت هذا انا بصراحة بسترخي عليه لأبعد الحدود، يعني بحطه بالفواح المائية وخليك كده عيشي شوية قرآن او شوية ميوزك هادئة اللي انت تفضليه، حتحسي كده باسترخاء، مساج للمخ جالس يصير لك، تمام؟ والزيت هذا غير انه عطر شوي، في له فوائد انه مثلا تقدر تستخدميه مع تحطيه مع الكريم اللي تمسحي فيه التدليك، مثلا لو عندك تشنج عضلي ممكن تحطيه على الفازلين شوي وتدلكي فيه المكان اللي فيه التشنج العضلي، فبيساعد على استرخاء العضلات بشكل جدا كبير. طبعا اللافندر، زيت اللافندر ممكن تستخدميه في عدة استخدامات كمان للبشرة. بيقوم يعني انه بيحارب الحب الشباب، بيخفف الأكزيما، في عندك اللي هو بيساعد على مشكلة الحروق في الجسم. طبعا لو حابة انك تستخدميه للمشاكل هذه، ما رح تستخدميه بشكل مباشر، رح تحطي قطرة من زيت اللافندر بالإضافة إلى زيت الزيتون أو زيت أي زيت تاني، فلازم تخففيه لأنه ممكن يسبب لك شوية حكة أو يعني البشرة ما تتقبله بشكل مركز، تمام؟ وبكده نكون خلصنا منتجنا لليوم. بصراحة مرة جميل، مرة مفيد أنه يكون موجود، وأصلا ريحة اللافندر أنا بعشقها في كل حاجة. فهذا هو منتجنا لليوم، لا تنسوا تعطوني اللايك والسبسكرايب والأشياء الجميلة. وفي صندوق الوصف راح تلاقوا كوبون الخصم الخاص بي من شركة آي هيرب، وأشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله. مع السلامة.